اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. قرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب في اجتماعه الذي عقد في فرع النادي بالشيخ زايد مساء امس الاثنين اعتماد توصيات المكتب التنفيذي للنادي في اجتماعاته السابقه. كما قرر المجلس تكليف المهندس خالد مرتجي عضو المجلس برئاسه بعثه الفريق الاول لكره القدم المتجهه الى الامارات للقاء اياكس الهولندي في مباراه اعتزال حسام غالي التي تقام على ملعب هزاع بن زايد يوم 11 مايو الجاري على أن تستمر رئاسته لبعثة الكرة خلال توجهها من الإمارات مباشرة إلى أوغندا استعدادا لمواجهة كامبالا سيتي يوم 15 من نفس الشهر في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. كما قرر المجلس تكليف طارق قنديل عضو المجلس بتمثيل النادي الأهلي في اجتماع على الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش. كذلك تكليف المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس لتمثيل الأهلي في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة. وفيما يتعلق بملف الإنشاءات الذي يمنحه مجلس الإدارة اهتماما كبيرا لخدمة الأعضاء، استمع المجلس لتقرير مفصل من المهندس سامح كامل المستشار الهندسي للنادي متضمنا الجدول الزمني لكافة الأعمال الإنشائية والتطوير بفروع النادي الثلاثة التي بدأت بالفعل في فرع النادي بمدينة نصر. كما استعرض الكابتن الخطيب مع مجلس الإدارة ملف تطوير أكاديميات الأهلي لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأكاديميات. ونتيجة الجلسة التي عقدها مع الكابتن إبراهيم عبد الصمد مدير أكاديميات الأهلي وما تم طرحه من أفكار لتطويرها. كذلك ناقش المجلس استعدادات النادي لشهر رمضان الكريم على مستوى الفروع الثلاثة والدورات الرمضانية المقدمة من لجنة الشباب والخيمة الرمضانية في فرع الشيخ زايد، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية لهذه الدورات. كما قرر المجلس اعتبار جلسة اليوم ممتدة لحين تحديد موعد جديد. وإلى أخبار فريق القرى، خصص حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي فقرة للتدني عدلية المرأة فريق اليوم البدني للفريق فقرة لرفع مستوى الأحمال البدنية للاعبين واستمرت لمدة 50 دقيقة من بداية المران الصباحي. ويستعد الأهلي للسفر إلى الإمارات لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي قائد الفريق يوم الجمعة المقبل، ويعقبه السفر إلى أوغندا لمواجهة كامبالا الأوغندي يوم 15 مايو الجاري في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وصل رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة في العضلة الضمة، وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية اليوم في الجيم وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الذي يسير عليه اللاعب منذ عودته من ألمانيا.
وصل وليد سليمان وأحمد فتحي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التأهيل بشكل منفرد على هامش الميران الجماعي للفريق صباح اليوم الثلاثاء. وأدى ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية وبدنية والجري حول الملعب تحت إشراف أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق. ويؤدي الثنائي جانبا من التدريبات المنفردة ضمن البرنامج البدني المحدد من قبل الجهاز الفني لتقليل الحمل البدني لهما. أدى سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا منفردا بعد انتهائه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق. وخاض سعد سمير تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة تحت إشراف أنيس الشعلالي المعد البدني، ذلك بعد مشاركته في المران الجماعي وتدريبات الكرة. ووضع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري برنامجا خاصا لسعد سمير بهدف تجهيزه للمباريات المقبلة بعد العودة من الإصابة التي حرمته من التدريبات والمباريات الماضية. حصل جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إذن الجهاز الفني بالسفر إلى نيجيريا خلال الفترة المقبلة. وحدد جونيور أجايي يوم الجمعة المقبل موعداً للسفر إلى بلاده لقضاء إجازة هناك قبل استئناف برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً. ويعاني أجايي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية حرمته من تدريبات ومباريات الأهلي الماضية. ومن المنتظر أن يستمر أجايي في نيجيريا لأداء برنامجه التأهيلي والعلاجي لحين تحديد موقفه من الانضمام لمنتخب بلاده في كأس العالم بروسيا 2018 أو العودة لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع الأهلي. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى. قدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التهنئة للجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي بعد الفوز على الزمالك مساء أمس الاثنين والتتويج ببطولة الدوري. حرص الخطيب على الاتصال بعاصم حماد المدير الفني للفريق اليد لتهنئته بالفوز والتتويج بدرع الدوري هذا الموسم، ونقل له تحية المجلس الإدارة وتقديره للمجهود الكبير والمشرف الذي بذله لاعبو الفريق والجهاز الفني خلال البطولة.